لا حليان الدني ولا لبنان الأخضر، فتفاقم المشكلات السياسية والمعيشية والاقتصادية تضرب خضار البلاد، إضافة إلى مشاكل البيئة والتغاضي عن معالجتها. ومن أبرز هذه المشكلات النفايات والتلوث المستمر للأنهر والحرائق التي التهمت الغابات والمساحات الخضراء وجريمة العصر التي أدت إلى تلوث الهواء بنسبة 50% بحسب الخبراء. النائبة في البرلمان ومديرة الأكاديمية البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت نجاة صليبة أكدت لصوت لبنان أن التغيير في البرلمان أمر ضروري، وبالتالي لا استمرار للحياة من دون البيئة. أنا كنائب بدي أقولكم أنه في كتير مشاريع تقدمت، بس لا عندها مراسيم تطبيقية ولا عندها آلية تطبيق لحتى نقدر أول شيء نأمن المعطيات البديهية للعالم، وتاني شيء حتى نحافظ على بيئتنا. أنا أول شغلة بدي أعملها هي بدي أنفض الغبرة عن كتير قوانين مهمة، وفي كتير قوانين كمان طلعت بآخر فترة لنا مضبوطة لازم تملغى، مثل قوانين بقلب المدن هي بتسمح أنه يستعمل مثلا المساحة العامة للباركينج بدل ما تكون صارت حديقة عامة. في قوانين لازم تنرفض أو يرجع إعادة النظر لإلها، وفي قوانين محطوطة وكتير منيحة لازم نشوف كيف بدنا نلاقي لها مراسيم تطبيقية وكيف بدنا نلاقي لها آلية للتنفيذ. رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد أكد لصوت لبنان أن معالجة الأزمات البيئية يجب أن تكون في أولوية عمل الحكومة الجديدة. نحن مثل كل دول العالم عندنا تحدي التغير المناخي، اختفاء التنوع البيولوجي، غزو البلاستيك والميكرو بلاستيك لكل طبيعة تبعنا، عندنا مشكلة حرائق الغابات، وعندنا مشاكل التلوث بالهواء بالمي وبالتربية. التحدي الأول هو القرار السياسي للحكومات ولمجلس النيابة بتشريعاته، للبلديات بالانتخابات البلدية الجديدة. موضوع البيئة بطل موضوع حكر على جمعيات تعمل حملة تشجير من هون وتلم نفايات من مطارح معينة. الموضوع أساسي جدا أنه الاقتصاد يلي بدنا نختاره بلبنان بده يكون اقتصاد بيحترم البيئة واستمرارية الموارد الطبيعية. لبنان بخطر. البيئة لا تحتاج فقط إلى محميات وتنظيف شواطئ، بل إلى قرارات وتشريعات مناسبة تضعها في الأولويات. رانيا عبيد، صوت لبنان.